نربط الاتصال مباشرة مع رئيس الفاف الأسبق محمد الأوراوة الذي نتصل به، نعم، من القاهرة المصرية. سيد محمد الأوراوة، مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير وتحية لكل المشاهدين الكرام. شكرا لك. ربما هي أول خرجة إعلامية لك منذ مغادرتك مبنى دالي إبراهيم. شكرا لك لاختيار الشروق نيوز. لا، شكرا لوجب. بل سمعتك في المقدمة تقولي تتكلمي على التصريح. نعم، سنتكلم. أول سؤال سيكون حول هذا التصريح سيد محمد الأوراوة الذي أثار لغطا كبيرا هنا في الجزائر، خاصة لدى أنصار النصرية. أدعوكم من خلال منبرنا سيد الأوراوة أن توضح ما جرى. هل كان فعلا قبل لقاء نصر حسين داية والأهلي أم بعد أم قبل لقائهم؟ كان هذا التصريح، وأكد ذلك الصحافي بالقناة اللي التقط التصريح أمس مباشرة على أحد القنوات الجزائرية، أنه التقط هذا التصريح بعد يوم واحد من الجولة الأولى للبطولة، يعني قبل ما يلعب النهد المباراة الثانية تبع الفيصلي. وهذا طبعا كان سؤال لي كرئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسألني على الأندية المصرية بعدما كان نادي الزمالك تعادل وقلص حظوظه للوصول إلى المربع. فقلت له هذا الكلام، الزمالك في صعوبة، نتمنى أن الأهلي يواصل لأنه هذه فائدة البطولة. نعم. بينما كان النادي الحسن داي لسه ما لعبش المباراة الثانية تبعه مع الفيصلي، لو كسب المباراة تبع الفيصلي كان يتأهل وكنا نفرح كلنا. نعم. دليل هذا الجماعة اللي يتكلموا عن الموضوع كلهم عندهم حسابات يصفوها، على واحد بعض المرات مثلا باش نذكر اسمه هذا زين حاجه هكذا يتكلم على امور ما عنده حتى درس يعني اي واحد فيهم في الوطنيه، لانه الوطنيه انا نعرف احسن منهم، ومصالح الانديه الجزائريه والفرق الوطنيه نعرف. الاحسن تطلبوا رئيس حسن داي ولا رئيس الوفد الحاج الحلو سي والزمير لي والسي الحلو يقول لكم هما شخصيا واش باي طريقه عاونتهم في امور كانوا ما يقدروش يحلوها وحدهم، مثل التاشيرات في اخر لحظه. انا دخلت لاعبين في اخر لحظه بدون تاشيره، دخلت لاعبين في القائمه تاعهم بعد ما كان انتهت فتره تاع التسجيل. نعم. سهلتهم امورهم في الاقامه تبعهم في القاهره الى اخره، كان امور ما لازمش نذكرها. فمن الاحسن تطلبوا لرئيس النادي ولا رئيس الوفد، بينما كاين واحد المسير قديم معاهم في القاهره طبعا اغتنم هذه الفرصه. لماذا يقطع فيها؟ لانه انا حكمت هذا زمان يرشي في الحكام وقدمت شكوى للعداله ضده، هو باقي قيد التحقيق والملف تبعه في العداله، ولذلك صارت له فرصه باش ممكن يقطع فيها. ولكن انا ولا هو ولا هذا زين ما نشر ايش ما يغير ولا شعره من راسي، لانه انا احسن منهم في الوطنيه، وانا نعرف الوطنيه لا أعرف الوطنية أحسن منهم، وطبعا الناس كلها تعرف التاريخ ايش أنا سويت مع حتى في هذا البلد وبلدان أخرى. واضح جدا سيد محمد الأوراوة. للأسف الناس حابت تصفي حسابات عن تاريخ هذا، أنا بعيد كل بعد على هذا الناس. نعم، إذا سيد محمد الأوراوة تؤكدون أن التصريح لم يكن قبل مباراة الأهلي ونصر حسين داي. طبعا. إذا محمد الأوراوة، في سؤال ثاني، تحدثت الآن عن تصفية حسابات مؤخرا مباشرة بعد رحيلكم عن الاتحادية، بدأت بعض ما نسميها ربما بعض الصراعات تطفو إلى سطح بين رئيس الاتحادية الجديد ورئيس الرابطة محفوظ قرباج مؤخرا. هناك من يتهمكم بأنكم ربما وراء ما يحدث وأنكم لازلتم تتمتعون بولاء كبير من بعض الأطراف الفاعلة في الوسط الرياضي. أنا بعيد كل بعد على هذه الأمور. رئيس الاتحاد الجديد كبير وعنده
امكانيات انه يتكلم مع رئيس الرابطه، ورئيس الرابطه محترف في اطار كبير، يعرف مصلحته، وماشي انا اللي راح ندخل ما بين الناس في هذه الامور. اللي يقول هذا الكلام كله كذب، وما يحبوا غير يسووا الفتنه ما بين الناس. انا بالنسبه لي رئيس الاتحاد لما يقول لقاو رايه كيفيه، خليت له 750 مليار، خليت له اكثر من مليون دولار، خليت له عماره جديده مطر، خليت له في سيدي موسى اللي تبنى بفضل الدوله ورئيس الجمهوريه وحنا وصلنا التنميه تبعه، خليت له تنظيم، خليت له كل ما هو ممكن. كان يقول انه ما هناك ما فيش ناس على مستوى المؤسسات القاريه والدوليه، هذا لانه ما يعرفش يحسب العدد تاع الناس اللي موجوده في مختلف اللجان اللي موجوده سواء في الكاف او مستوى الاتحاد العربي، والان الجماعه اللي موجودين في مصر للبطوله العربيه كلهم موجودين من زمان في اللجان المعاونه للاتحاد العربي. فان شاء الله هي يسكت علينا ويلتهب شغله ويدينا واش يقدر يسوي، ويدينا مرتين الكاس العالم، ويدينا كل سنتين الكاس العالم، ويكسب كاس افريقيا، ويقول نكسب كاس افريقيا ان شاء الله يكسبه، واش ليه هو ولكن للفريق وللجزائر ان شاء الله. ونتمنى ان النجاح لكل واحد، ونتمنى انه هذه الامور تنتهي والناس تشتغل. هذا مثل هذه الامور لما نسمع تغيير في اللوائح للانديه لانديه الهواد، يعني ولا حد عنده حق يغير القانون البطولات، لانه تبدأ جمعيه عامه من مده في اسمها في عنابه، تغييرها لازم يتم عن طريق الجمعيه العموميه، وقرارات المحكمه الرياضيه مثل ما طلع في خصوص بعض الانديه والرابطات لابد ان يطبق، لانه هذا القانون قانون الرياضه واللوائح تبع الفيفا او اللوائح تاع الاتحاد الجزائري ينصوا على احترام وتطبيق قانون تطبيق قرارات المحكمه الرياضيه. ولذلك من الاحسن انه كل واحد يلتهب شغله ويلتهب بالتسيير الكره في ظروف هادئه، ويلتهب بالفريق الوطني في ظروف هادئه، ويبعد على هذه المشاكل كلها، لانه احنا رانا بعيدين على هذا، ونتمنى احنا كل النجاح للكره الجزائريه موجودين ولا غير موجودين ان شاء الله. السيد روروه، قبل رحيلكم من الفاف، كلنا نعلم انكم وضعتم اولويه لتشييد فندق خاص بالاتحادية، ما تعليقكم؟ وأننا نسمع أنه مؤخرا تم إلغاء هذا المشروع. لا، ما يمكن واحد لأي واحد يلغي المشروع هذا، ولا رئيس الفاف ولا المكتب الفيدرالي. هذا قرار من الجمعية العامة، واعتمدت الميزانيته، واعتمدت انشاء شركه لتسييره، ودارت دراسه مموله من طرف الاتحاد الدولي بالمليون دولار، وقررت الجمعيه العامه انشاء شركه وراس مالها 100 مليار من سنتيمات تاع الجزائريه، ولا واحد عنده حق يلغيه الا الجمعيه العموميه في اجتماع اخر، والميزانيه اعتمدت من طرف الجمعيه العموميه، ولا واحد يقدر يغيرها بدون قرار ثاني من الجمعيه العموميه. فاللي يحب يغير اي حاجه يستدعي جمعيه عموميه، ولا ينتظر الجمعيه العموميه العاديه لتقديم تغيير هذه القرارات. وبيني وبينك هذا المشروع كان، وكنا تحدثنا مع الجهات المعنيه في الدوله، وعاونتنا الحكومه على راسها وزاره الشبيبه والرياضه مشكوره لتغيير القانون، لانه في البدايه القانون تاع الجمعيات ما يسمحش للجمعيات انه يتاجروا ويديروا فوائد، فغيرنا القانون في قانون الماليه تاع 2016، والوزير الاول مرسوم للتطبيق، وكل هذه الاجراءات اتخذت من اجلها بناء هذا الفندق، لانه هو دراسته الماليه اللي سواها نائب الرئيس الفاف اللي كان موجود ذاك السيد الجاف اللي هو اليوم عضو المكتب، وهو اللي دار الدراسه الماليه هو اللي كان يشرف على الاجراءات. ولحد الساعه انا سمعت انه كنا اخترنا شركه للبناء، لحد الساعه ولا شركه اختيار المصداقيه تاعنا تجاه المؤسسه.
لا أدري إذا ما لا يزال الاتصال معنا. سيد محمد الله، هل أنت في الاستماع؟ إذا ممكن فقط الزملاء، إذا كان الاتصال لا يزال معنا، سنحاول الاتصال في هذه اللحظة، سنحاول الاتصال مجددا برئيس الفاف. نواصل نشرتنا للحديث عن أخبار المحترفين، حيث أفادت صحيفة فوتاماك التركية أن حلول الدولية الجزائري سفيان فاغولي بالعاصمة